اخبار اليوم. بالنسبه للدوري يا فندم، الجماهير عايزه تطمن النهارده الماتش الدوري اتحدى بقى، ربنا يسهل النهارده الاهلي يلعب النهارده. لو سالتي محمود طاهر امبارح اللي هو الحد، يعني مش امبارح كان الحد، قلت له يا محمود طاهر تتمنى الزمالك يغلب الشرطه ولا الشرطه تغلب؟ بيقول لك اتمنى الشرطه تولع في الزمالك. ليه؟ لانه لو الشرطه غلبت الزمالك امبارح ده 3 نقط خلاص، يبقى دوره سالين النهارده. تتمنى مين يغلب، المصري ولا الاهلي؟ مش هقول لك بقى ولا على حاجه، اقول لك لا ان شاء الله اتمنى المصري يغلب طبعا، لان المصري لو كسب النهارده او تعادل الدوري رجع تاني. الزمالك ضيع 12 بونت برجل ولاده، يعني 6 بونت في الاسماعيليه رايح جاي، وثلاثة انتاج حربي، وثلاثة طلائع جيش قد 12، واثنين وادي دجلة قد 14. والله مسؤولية اللي كانوا موجودين قبل كده بقى، مكليش على ميدو على زيدو على الواد اللي راح، الواد ولع فيه ده، في اسمه الواد رامز ولع فيه ده، واخد بالك؟ انت المستشار لسه ما زلت مصمم ان الدوري لسه موجود تحت ايد الزمالك؟ النهارده ان شاء الله يبان باذن الله الساعة 11:30، سألني اقول لك ان شاء الله.